عندنا الديستال اسبكت اوف ماكسيلاري رايت فيرست بريمولر. ماكسيلاري رايت فيرست بريمولر ديستال اسبكت راح نوضحها بنقاط قليله. اولا نقول الكراون سيرفيس. هذا الكراون سيرفيس من ناحيه الديستال اسبكت از كونفكس نيرلي ان اول بوينتس، يكون كونفكس محدب من جميع الاتجاهات. والكيرفيتشر اوف ذا سيرفيكال لاين از ليس on the distal surface than on the mesial one. يعني الكيرفيتشر اوف سيرفيكال لاين يكون اقل مما هو عليه بالميزيال اسبكت. و no evidence of deep developmental groove. احنا هناك ذكرنا بالميزيال اسبكت قلنا اكو عندنا developmental groove اللي سميناه ميزيال مارجنال developmental groove. هنا أنا ما عندنا groove، ما عندنا developmental groove crossing the distal marginal ridge of the crown. لأن بالميزيال إذا تذكرون قلنا الميزيال marginal developmental groove كان يقطع الميزيال marginal ridge. بس هنا ما عندنا developmental groove، ما عندنا distal marginal developmental groove حتى يقطع لنا distal marginal ridge. ماكو، ما موجود هذا الجروف. وكذلك ايضا ما موجود عندنا الديفريجن، ما عندنا هنا ديستال ديفلوبمنتال ديستال مارجنال ديفلوبمنتال ديفريجن. هنا ما عندنا لا ديفريجن ولا جروف، فقط يكون هذا السيرفيس يكون سموث وكونفكس نيرلي ان اول بوينتس. وبالاضافه الى انه الترانك هنا يكون flattened root trunk. يعني flattened يعني هنا ما عندنا قبل البايفوركيشن ما عندنا هنا ديبريجن. بالميزيال اسبكت ذكرنا انه اكو ديبريجن اللي هو الميزيال مارجنال ديفلوبمنتال ديبريجن، كان يمتد من السنتر اوف ذا ميزيال او ذا ميزيال سيرفيس لحد النهايه، ينتهي عند بدايه البايفوركيشن اوف ذا تو روتس. لحد الآن نكون انتهينا من الـ description مالت الـ distal aspect of maxillary right first premolar.